السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم بعد قليل، هي تظهر الآن، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، قبل الدخول في التفاصيل نود التنويه، وكما تعلمون حضراتكم انتقلت قناة الرافدين للعمل بنظام بث جديد، هو نظام بث HD، لذلك هناك من يعني فقد القناة من جهاز الاستقبال الخاص به الرسيفر، يعني مدى يقدر يتابع القناة، مدى يقدر يحصل على القناة. مشاهدينا الكرام، أرجو من اللي يتابعنا الآن، وهناك أيضا من يتابعنا على موقع الفيسبوك في البث المباشر ومواقع السوشيال ميديا بشكل عام والموقع الرسمي لقناة الرافدين، أرجو من حضراتكم تسجلون التردد التالي 10727 أفقي، الاستقطاب أفقي H مثل ما تشوفون، على المدار القمر نايلسات، على القمر نايلسات. أمامكم الآن على الشاشة، يرجى من حضراتكم اللي دي يشوفونا من خلال الانترنت أو اللي لديهم أصدقاء أقرباء عندهم مشكلة في متابعة القناة ومدى يحصلون على التردد، نرجو من اللي دي يشاهدون الآن إبلاغ اللي دي يطلبون هذا التردد بشكل مستمر. أمام حضراتكم يا ريت لو تعيدون ضبط جهاز الاستقبال مرة ثانية حتى تحصلون على قناة الرافدين عندكم بالرسيفر بنظام البث الجديد وتشاهدونا وتتابعون برامجنا وأخبارنا. 10727 أفقي، الاستقطاب أفقي H، على مدار القمر نايلسات. اليوم مشاهدينا الكرام الموضوع عن الفقر في العراق، تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية على المواطن العراقي وارتفاع في مستويات الفقر والبطالة في العراق التي طبعا تفاقم من الأزمات الموجودة في العراق بشكل عام وعلى المواطن العراقي بشكل خاص. المشكلة مشكلة فقر، هناك حديث جديد، هناك أرقام جديدة تخرج إلى العلن من العراق تكشف حجم المعاناة اللي يعانيها المواطن العراقي في كافة المحافظات، لكن اليوم هناك حديث عن محافظة ديالى تحديدا وأرقام عن ديالى ومعاناة من ديالى وحديث أهالي ديالى عن وضعهم المأساوي بالنسبة للناحية الاقتصادية. نسبة الفقر في محافظة ديالى تجاوزت 35% بحسب التقارير الحكومية الصادرة. مشاهدينا الكرام، هناك تقرير يتحدث عن المعاناة التي يعانيها، عن المشاكل التي يعاني منها سكان محافظة ديالى. دعونا نتابع هذا التقرير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم بشأن موضوع الفقر في العراق وسبل معالجة هذه الأزمة. بالرغم من الثروة النفطية الكبيرة التي يملكها العراق، إلا أن نسبة كبيرة من مواطنيه يعيشون تحت خط الفقر. محافظة ديالى شاهد على ذلك، حيث تجاوزت نسبة الفقر فيها 35%. بالنسبة هاي المنطقة هي مهجرة وتعبانة، ونسبة الفقر فيها 80%. يعني تعبانة، ما عنده شيء، وانه هل شو اسمه جت هاي صعود المواد الغذائية، يعني بعد ماكو شيء، اكو شيء وراء. مسؤولون في محافظة ديالى رأوا أن نظام المحاصصة الطائفية سبب رئيس في ارتفاع نسبة الفقر لرعايته المتنفذين وتهميشه ما تبقى من شرائح المجتمع. هو نظام حكم المحاصصة الطائفية الإثنية، لأنه هذا يراعي مصلحة الكتل المتنفذة والأحزاب الكبيرة ولا يراعي فئات الشعب ولا الأحزاب الغير المسجلة بالحكومة، ولا يراعي يعني منسوب الدخل الشهري للرواتب المحدودة ولا للكسبة ولا للعمال ولا للفلاحين ولا للفقراء. مفوضية حقوق الإنسان في ديالى أكدت بدورها تجاوز نسبة الفقر في المحافظة 35%،
والحاجة لخطط حكومية عاجلة لمكافحة الفقر وأسبابه. يجب أن تكون هناك حلول استراتيجية تقوم بها الحكومة المركزية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، سواء أنه من خلال يعني فتح التعيينات على الوزارات أو تثبيت المحاضرين أو استغلال الموارد الطبيعية في المحافظة كحقل المنصورية النفطي وغيره، أو يعني إعادة العمل بالمصانع التي كانت موجودة ضمن حدود محافظة ديالى. وتعاني ديالى كغيرها من محافظات العراق من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة وجفاف شديد يهدد الزراعة فيها. وفاقم مأساتها اليوم الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية. مشاهدينا الكرام، اللي استمعتوا إليه حضراتكم هو جزء بسيط من مشكلة كبيرة يعاني منها العراق بشكل عام. كل أبناء الشعب العراقي في كل المحافظات العراقية عندهم مشكلة الفقر والحاجة والأزمة الاقتصادية اللي تتفاقم يوم بعد يوم بسبب غياب الخطط الاستراتيجية وغياب الرؤى لدى أو الرؤية لدى هذه الأحزاب الحاكمة وحكومة بغداد بشكل عام. المشكلة مشاهدينا أنه، وهو السؤال طبعا اللي يطرح، أنه ذولا اللي موجودين صار لهم 19 سنة تقريبا الآن، نحن المقبلون على العام 19 من الاحتلال، وين الخطط اللي من المفترض أنها موجودة وموضوعة من أجل معالجة الأزمات بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص؟ مو عندهم يقولون عندنا خبراء ومستشارين ولجان برلمانية وغيرها، وين هذه اللجان؟ وين القدرات؟ وين الأموال اللي من المفترض أن هي تنمي القدرات وتطور من أداء الحكومة في سبيل إنعاش الوضع الاقتصادي في العراق؟ ليش إحنا يوم بعد يوم نسمع تقارير من داخل العراق حكومية ومن خارج العراق دولية تتحدث عن المأساة بالنسبة للمواطنين العراقيين وأعداد الفقراء والتوقعات بازدياد هذه الأرقام يوم بعد يوم بسبب غياب الخطط وغياب الاستراتيجيات وغياب الرؤية الحكومية لمعالجة الأزمات؟ مشاهدينا الكرام، العراق طبعا بالترتيب العالمي يأتي بالمرتبة التاسعة عالميا، المرتبة التاسعة عالميا من حيث عدد الثروات الطبيعية التي يمتلكها، تاسع دولة على العالم بالثروات الطبيعية. هل يعقل أنه بحسب أرقام الأمم المتحدة أكثر من 40% تحت خط الفقر؟ يعني في أي منطق أن تكون دولة مصنفة التاسع عالميا من حجم الثروات الطبيعية، اللي هي مو بس تكفي العراق، تكفي يمكن الشرق الأوسط بدون مبالغة ربما. هل معقولة أنه العراق هذا البلد الغني شعبه ب40% تحت خط الفقر؟ وين كانوا ذولا طيلة 18 سنة ونحن مقبلون على العام 19؟ ماذا كانوا يفعلون؟ هذا هو السؤال اللي نطرحه اليوم، وطبعا هناك أسئلة أخرى ومواضيع كثيرة نناقشها مع حضراتكم. معنا اتصال السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للفقر بالعراق، هو الفقر كافة المحافظات العراقية، نعم، بس أكو محافظات يكون ضررها أكثر، مثل ديالى مثل ما تفضلت، السماوة، يعني وإلا فقر المحافظات العراقية موجودة طبقة اللي تحكم العراق بسبب الفساد وسوء الإدارة من بلد، يعني خلوا من بلد نفطي غني إلى بلد فقير، نعم، لأنه ما عندنا ناس اللي تنهر بالبلد وبوجود يعني مشاريع تخدم المواطن. نعم. نجاي نشوف يعني ميزانيات ضخمة تفرح، لكنه ماكو منهاج أو برنامج حكومي اللي يخدم المواطن، شوف لا مستشفيات لا مدارس، يعني وكأنما الجماعة هم متقصدين أن يجعلون من هذا البلد بلد متخلف. يعني أنت تعرف أستاذ محمد إنه العراق هو بلد منتج للحضارة، منتج للثقافة، من أرنما إلى يعني حمرابي والمسلمات وبالبطولة، يعني عدة آشور، يعني تاريخنا
يعني من حق المواطن العراقي ان يعني يحتفل او يفرح بتاريخه اللي يعني كل دول العالم تعرف بانه هذا البلد هو بلد حضاره. لكنه للاسف الشديد من يعني بلد الحضاره الى بلد الخرافات الى بلد يعني موجود الضغط الحاكمه، يعني هذه من اورنما الى المالكي والى مقتدى والى عمار الحكيم من هاي الناس اللي ما تحمل فكر يعني صار بالبلد، والا يعني بلد مثل العراق بلد غني بكل كل ثرواته، ثروات البشريه يعني، لكنه ما عندنا ناس اللي فعلا عندها فكر وعندها يعني عقل مدبر اللي تخدم المواطن العراقي، يعني ما يهتمون فيه. انا اريد اسال سيد عبد الرزاق، معظم اللي موجودين، خلينا نقول جزء من الموجودين اللي بالحكم اليوم اللي تسلموا مناصب سياديه او برلمانيين او غيرها من المناصب المهمه الموجوده في الدوله، كثير منهم عنده جنسيات ثانيه، وهناك جزء منهم كان عايش في اوروبا وفي امريكا، واللي منهم في استراليا، واللي منهم كان في دول اخرى، شاهد التطور، شاهد العمران، شاهد البناء، اللي كان من فرنسا وماخذ جنسيه فرنسيه مثل عادل عبد المهدي، شاهد مترو الانفاق وتطور فرنسا اللي دول كثيرة تلجأ لها من أجل بناء وإنشاء محطات مترو الأنفاق. ذا اللي كان من ماخذ جنسية بريطانية شاف التطور والإعمار والتقدم في لندن وفي بريطانيا بشكل عام. اللي كان في الولايات المتحدة والتطور والازدهار والتقدم الموجود في هذه الدول بشكل عام، اللي هم حصلوا على جناسيها وعاشوا فيها سنين طويلة تحت اسم معارضة للنظام السابق. طيب أنتم من إجيتوا إلى العراق، ليش ما نقلتوا هذه التجارب معكم وهذه الخبرات معكم وحولتوا هذا البلد اللي كان تحت الحصار وتحت نظام دكتاتور مثل ما تقولون، إلى حولتوه إلى بلد مزدهر، نقلتوا هذه التجارب الإيجابية إليه، ليش اليوم إحنا عبارة عن ميليشيات وفوضى ومزابل نفايات في كل مكان؟ طبعا بغداد اليوم اللي يروحها يقول إحنا قاعدين مع احترامنا طبعا في سلة مهملات اليوم اللي يشوف بغداد وغيرها طبعا من المحافظات. وين التجارب اللي المفروض تنعكس على البلد وتطوره وتقدمه؟ يا ابو محمد انت كل ما تفضلت يتحملون الجنسيه اللي البلد احتضنهم، يكون ولاء مو للبلد اللي ترباه، لا راح يكون للبلد اللي انطاه جنسيه. وشوف هذه يا استاذ محمد، نعم خلينا شويه نرجع اللي ورا اذا صار عندك شويه وقت. تفضل. هذا الخطا النظام السابق ارتكبه وبحق الشعب العراقي، واليوم الشعب العراقي جاي يدفع الثمن. اي انسان مو عراقي يصير يتسلم مؤسسه داخل البحر، يعني هذه مؤسسه دينيه، هذه المؤسسة ثقافية إعلامية، ما يصير يعني شخص غير عراقي هو يتسيتها وهو اللي يكون المسؤول عنها. حتى بأي دولة بأي هاي الدول ما تشوف عراقي يتزمن ما منصب، يعني ملخص بالدول الإقليمية، يعني تجي هالسنة أخطر مؤسسة اللي هي المؤسسة الدينية، شوف الرجالات مالتها اللي يقودوها ناس مو عراقيين، فما عندهم معرفة بالتقاليد العراقية، ما عندهم معرفة بالأخلاق العراقية، ما عندهم معرفة بالقيم العراقية، فهذا من إجى يعني أما يكون يعني منصب من يعني من بلد غير يعني من ناس يعني شو مثل ما بقول لهم سلطة ولهم ثقلهم ولهم ضغطهم على الشعب العراقي، يعني ما مو السابع المستحيل هو منصب من قبل العراقيين. يعني انا ما اريد اقول للجاسوسيه والعماله وهذه، لكنه ما يجوز بكل القوانين ما يجوز يعني شخص غير عراقي يعني يحكم العراق، يعني تجي للطبقه السياسيه اغلبيتهم عندهم جنسيه ثانيه، فهذا ما يكون ولاء للعراق وما يكون يعني ما قلبه ما يحوجه على
العراق والمواطن العراقي وال يعني الحيف اللي يلحق بالمواطن العراقي، هذا اهم شيء مرصده وجيبه، واهم شيء الاموال اللي يجنيها حتى يعرف بانه باكر عقبه هو من راح يعني من الحكومه او يعني حصل عنده شيء يرتكز عليه بذاك البلد. فهذا هذا اللي احنا جاي العالم. شكرا سيد عبد الرزاق. نعم وصلت فكرتك، اشكرك. كنت معنا من محافظه بابل ويانا السيد محمد، تفضل يا محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله محمد، اهلا وسهلا، تفضل. تحيه لقناه الرافدين البطله. الله يسلمك، حياك الله. استاذ محمد، بالنسبه للفقر يعني هو مو بس موجود بدياله او باقي المحافظات العراقيه، هو الفقر والفساد والتخلف والفوضى موجود بالعراق ككل. اولا دون برايمر من اجى حكم بغداد لمده سنه، نعم، قال انا من اجتمعت بالسياسيين والزعماء اللي ما يسمون المعارضه، يقول من اجتمعت بيهم وعلى لسان عدنان الباجتي يقول اجتماعات بيهم اني، فقلت لهم هسه العراق المفروض تخططون بعد شلون تحكمون وانتم بعد حكموا العراق. اي يقول دوله كل واحد يفتي يدور مناصب، واحد يدور منصب، واحد يقول لازم ناخذ رواتب، واحد يقول من ناخذ راتب. يقول عدنان الفاشل يقول انا صفني، قلت دوله ما جايين لخدمه العراق، جايين لتدمير العراق. طيب فيقول انا سويت يعني بقيت فتره عدت كلامي وياهم وعدقيت وياهم. يقول قلنا لهم يابا خلينا نبني العراق من جديد، خلينا نسوي مثل دبي، خلينا نسوي كذا كذا، يعني طورون العراق. يقول كل واحد يطيدان قرشه مثل ما يقولون، حايرين بس بالرواتب وشلون نبيع النفط ويكنسون بالفلوس والرواتب مالتهم. العراق العراقيين والشعب العراقي ولا له علاقه بيهم، ما لهم علاقه اصلا. يعني بدليل انا قاعد اتكلم يعني بالنسبه انا قاعد اتحدث عن نفسي، انا عندي ناس، عندي اصدقاء كلهم هاجروا من الخارج، ناس من المثقفين وناس من الحكماء ودارسين، يقول ما نقدر نعيش بيكي اجواء لحكمك الجاهل والمتخلف. نعم. وهاي نتائجه. يقول عدنان الباجي رحت انا زين طلعت من العراق ورجع للامارات. برايك شنو ال سبل الحل او الحلول الموجوده لمعالجه المشاكل اللي يواجهها المواطن العراقي بحياته بشكل عام، واحنا نتكلم اليوم بشكل خاص عن الجانب الاقتصادي. اليوم المواطن العراقي اللي يعاني بسبب هذه الحكومات، حكومه حارمته، مانعه عنه ثرواته، خير هذا البلد محروم منه المواطن العراقي، اليوم شلون يقدر المواطن العراقي يعيش حياه مثل باقي الناس اللي حواليه اللي عايشين وعندهم مستلزماتهم، عندهم أساسيات الحياة، عندهم راتب يكفيهم ويكفي عوائلهم، وهو من بلد غني العراقي. يعني احنا ما نقول احنا مثلا بلد فقير، يعني على سبيل المثال الدول بعدنا بعض الدول مثل الأردن على سبيل المثال دولة بسيطة فقيرة، لكن أيضا المواطن الأردني فيها لديه الأساسيات، هناك دعم، هناك مساعدة، هناك يد حكومية ممدودة تعطي هذا وتعطي ذاك للطبقات والشرائح الفقيرة، وهي دولة ميزانيتها أنت معظمات ما توصل 20 مليار دولار بالسنة. طيب أنت دولة أقل ميزانية دخلت لك 80 و90 مليار دولار سنويا، ليش المواطن العراقي اليوم 40% عندنا تحت خط الفقر؟ شلون ممكن المواطن يخلص من هذه المعاناة؟ المواطن العراقي يطالب هاي باللقاءات التلفزيونية بالشوارع، ويجي طالب بحقوقه يقول يعني سوونا كذا وطونا رواتب، سوونا المي، سوونا هذا. هي الخدمات العادية اللي من حق كل إنسان بالعالم كله ما عنده ما يملكها. فإذا المواطن العراقي يعني هو لا حول ولا قوة، مغلوب على أمره هو. ما يقدر يسوي شيء ويا هاي العصابات الموجودة بالعراق. يعني إذا تكلم إذا سوى، وبالنسبه لهاي الحكومه ما عندهم تخطيط، يعني من تقول حضرتك تقول الاردن او باقي الدول، نعم، كل الدول عندها تخطيط وعندها استثمار وعندها كابينات تبني بيه تطورت، الا العراق، هذول لا عندهم تخطيط ولا عندهم استثمار يستثمرون يقدم فيه ينقلون هذا البلد بحط حاله زينه ابدا. نعم. مين فكره، انا هم ارجع واقول مره ثانيه،
هذول هذا العراق ما يسفل وما تجي ناس تحكم بصورة عادلة والناس تعيش براحة إلا دول يقلعون دول الأحزاب من العراق. بس طيب. ما نعرف الحل شلون، يعني أمريكا تسوي تغيير حكومة الشعب ومع نفسه الشعب هم متجذب ترى مو جدي بالموضوع يعني هم أكو كراهية بين الشعبان عايش في العراق. وأقول لك أستاذ محمد أكو كراهية بين الطوائف العراقية من اللي يتحدون العراقيين. طيب من اللي يغذي هذه الكراهية يا محمد؟ الأحزاب بيناتهم، الأحزاب مثلاً على طائفة كذا أنت لتشن على هذا، أنت تصير كذا على مدحني. هل كان المواطن العراقي ليصل إلى هذه المرحلة لولا هذه الأحزاب والميليشيات اللي غذت النفس الطائفي عند البعض؟ لا طبعاً، الأحزاب هاي زرعت هاي الكراهية وزرعت هاي الطائفية وزرعت هاي التخلف هذا بعقول الشعب. نعم. بدليل دمروا جيلياً من وراء الحكومة. أكبر دليل أنه الشعب العراقي شعب واحد، أنه المظاهرات اللي تطلع بشكل عام، ما راح نقول أنه ثورة تشرين أو غيرها، لا، كل المظاهرات اللي خرجت في العراق لما تباوع على الإنسان اللي موجود ما تعرف تميز منه هذا شيعي لو سني لو هذا أصلا مو مسلم هذا مسيحي لو غيرها من الديانات أو الطوائف الأخرى، تقدر تميز؟ ما حد يقدر يعرف. لا طبعا انا ما دا اقول لك يعني استاذ محمد انا ما دا اقول لك يعني شعب تدمر اكو طائفيه لا اكو تذبذب بالموضوع اكو خوف اكو تردد اكو يعني واحد يقول لك يا احنا فعليا يعني انا دا اقول لك انا عايش ببغداد ووسط العاصمه بغداد يعني منطقه السنك انا عايش منطقه شارع رشيد منطقه المربعه منطقه الكوت اكو انا عايش فيها دا اشوف اكو تردد بالموضوع ما اكو تكاتف حقيقي يعني بس مجاملات طيب. يعني مو تقول مثل مصر كلها شاركة ضد التغيير الحكم في مصر وهذا هسه الرئيس السيسي يعني بده يشوف الاختلاف الاختلاف كبير في بين العراق ومصر. انا اشكرك سيد محمد من بغداد. اختلاف كبير طبعا بين العراق ومصر، لا توجد مقارنة حقيقة لانه الوضع الاجتماعي يختلف، الديني يختلف، السياسي الثقافي يختلف، كله يختلف. الجيش في مصر في 2011 وقف بمعزل عن التدخل. الشعب المصري من ناحية الدينية يعني ما عنده تعدد طوائف، يعني الأغلبية مسلمين وجزء مسيحيين وانتهى الموضوع، ما عنده تعدد طوائف وأديان. يعني هناك أمور كثيرة حقيقة تختلف، لكن الرابط اللي ممكن أنه المواطن العراقي يستفيد منه هي ثورة شعب حدثت في مصر. هذا الذي يجب أن يكون، الشعب عندما توحد أسقط نظام مهما كان هذا النظام قمعي، مهما استبد، مهما رسخ دولة عميقة طيلة سنين، في النهاية اقتلع من جذوره في المظاهرة في الثورة التي حدثت وكانت بإجماع المواطنين. وطبعا نعم هناك كانت فئة رفضت أن تنزل، لكن بالنهاية المتضرر نزل إلى الشارع وقام بإسقاط هذا النظام رغم أيضا الاعتداء عليهم وانتهاكات وغيرها، لكن طبعا ما وصلت لحجم الإجرام اللي ارتكبتها حكومات الاحتلال الموجودة في العراق ضد المتظاهرين، إن كان ضد ساحات التظاهر في 2013 في المحافظات المنكوبة الآن أو في 25 شباط في بغداد أو في محافظة البصرة والقمع الذي حصل أو في ثورة تشرين والقمع الذي جرى. ما استخدم هذا النوع من الإجرام بحق المتظاهرين في مصر، لكن هي بالنهاية هي ثورة شعب، يجب أن يقتدى بالثورات العربية التي أسقطت أنظمة مستبدة وغيرتها. عندنا أبو هلال من حلبجة، تفضل يا أبو هلال. سيد أبو هلال من حلبجة فقدنا الاتصال. مشاهدينا الكرام، عبد الزهر الهنداوي هو المتحدث باسم وزارة التخطيط قال إن محافظات جنوب العراق لا تزال تتصدر معدلات الفقر وفي مقدمتها محافظة المثنى بنسبة 52% من سكنة محافظة المثنى تحت خط الفقر، تليها محافظة القادسية ب 49% من سكانها تحت خط الفقر، ومحافظة ذي قار 48% من سكانها تحت خط الفقر، وبقية المحافظات تباعا بنسب مختلفة تأتي. بغداد العاصمة بها 13% تحت خط الفقر من ساكنيها،
أرقام مفزعة مشاهدينا الكرام عندما نتحدث عن مستويات الفقر في العراق. الأمم المتحدة قبل أزمة كورونا كانت تتحدث عن يعني بحدود أكثر من 3 ملايين مواطن عراقي تحت خط الفقر. ارتفعت هذه النسبة مع مرور السنوات منذ الاحتلال، وقبل أزمة كورونا أو مع بدايتها حذرت الأمم المتحدة من أن تتضاعف هذه النسب ويضاف 6 ملايين مواطن عراقي فوق العدد الموجود من الفقراء، ليرفع العدد إلى أكثر من 10 إلى 12 مليون عراقي تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة، التي قالت بأن أزمة كورونا وخفض قيمة الدينار العراقي وانخفاض كلفة البرميل النفط طبعا قبل أن يرتفع مرة أخرى عوامل تؤدي إلى رفع مستويات الفقر في العراق. طبعا لما نتكلم عن الفقر في العراق مشاهدينا الكرام، يجب أن نذكر في الجهة المقابلة من يحكمون العراق كم يحصلون على امتيازات رواتب ومخصصات وغيرها. خلينا نتكلم بالأرقام ومن ألسنة المسؤولين الموجودين في الحكومة، إن كانوا نواب إن كانوا رؤساء أحزاب أو غيرها. هذه الشخصيات تحدثت بأرقام عن ما يحصل عليه المسؤول في العراق. طيب، رئيس التحالف الاقتصادي عدي العلوي في تصريح له بتاريخ 13/1/2022، يعني قبل شهر وشوية، رئيس تحالف الاقتصاد التحالف الاقتصادي العراقي أو تحالف الاقتصاد العراقي عدي العلوي، إيش قال هذا الرجل؟ قال رواتب الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية في موازنة العام الماضي بلغت 35 مليار دينار عراقي، مجلس النواب بلغ 228 مليار دينار عراقي، الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء بلغت 81 مليار دينار، ليبلغ مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في العراق 344 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل بالدولار 235 مليون دولار أمريكي. السؤال، ذول ايش قدموا حتى يحصلون على 235 مليون دولار أمريكي؟ طبعا هي تتقسم على 5000 وأكثر من 5500 موظف في كل هذه الرئاسات الثلاث، موظفين تابعين لها، أقل واحد بالموظفين اللي متعينين بالرئاسات الثلاث يحصل على 4 ملايين دينار عراقي كحد أدنى. السؤال، هذه الأموال تعطى لهؤلاء ضمن أي معنى، ضمن أي منطق أن يستخدم أو يحصل هذا المسؤول أو الموظف من الموظف وصعد إلى هذه الرواتب والامتيازات؟ وحنتكلم بعد شوي عن أرقام ثانية مخيفة أيضا. 235 مليون دولار أمريكي للرئاسات الثلاث وموظفيهم، إيش قدموا للعراق؟ إيش حققوا للعراقيين؟ إيش بنوا للعراقيين؟ إيش أنجزوا من مشاريع لخدمة المواطن العراقي؟ أبو هلال من حلبشة يعاود الاتصال مرة ثانية، تفضل. السيد أبو هلال من حلبشة موجود؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك عيني محمد. حياك الله أبو هلال، كل الهلا، تفضل. أشكرك. تفضل يا أبو هلال. نعم. وياك انا اسمعك انا اسمعك، تفضل. والله محمد، يعني الوضع العراق من يعني الشركات ما بقت بالعراق كلها دمروها وزراعه تدمرها، يعني صار بحلبشة بالله شغل ماكو، الناس يعني تروح على الجبال تجيب من هذا الخضره تجيبوا، يعني حيل حالتهم تعبانه العراق كافه. يعني العراق وضع العراق كله صعب من جنوبه الى شمالي. قبل كانت المعامل ببغداد، بالجنوب من الشمال كانت الناس تروح الى هناك تشتغل. هسه الشغل ما بقى، يعني الشغل كله تدمر. ما بقى لا شركات ولا زراعه. نعم والله يا محمد، يعني هذا الوضع العراقي، يعني العام هسه انا مواليد 56، خدمتي
17 سنة بالجيش وكل شيء ما حصلت. ليش ما حصلت شيء؟ والله من صار السقوط يعني ورا بعد ما رحت المعاملة وروح السجن وروح من مواليد حلب شيخ. كم سنة خدمت؟ 17 سنة بالجيش. 17 سنة بالجيش وما عندك تقاعد؟ لا تقاعد لا حال اجتماعي كل شيء ماكو كل شيء ماكو أسد عاطل بدون شغل هناك وشغلهم ماكو يعني الواحد عنده واسطة هناك يروحون يلقون شغل ما عنده واسطة باقي هيك. تدري حضرتك سيد أبو هلال إيش قد يحصل البرلماني وراء 4 سنوات بالبرلمان على التقاعد لأن يحيلوهم للتقاعد وراء ما يخلصون يحصل على 4 ملايين دينار عراقي شهريا تقاعد نظير خدمته. البرلماني اللي يقعد بالبرلمان بامتيازات وحماية 4 سنين ينطوه بعد ما يخلص 4 ملايين دينار عراقي كحد أدنى خدمة تقاعدية. ليش إش حقق إش حقق حتى يأخذ 4 ملايين دينار وانت قدمت 17 سنة خدمة لبلدك ما يحسبوا لك شيء. هو الدم العراق مدمر كل شيء ما حققه وعين محمد. نعم كل شيء ما حققه ترى. نعم والله كل شيء ما صار لا كل شيء ما حققه يعني هم بس لهم ترى شو اسمه الخدمة بس لهم والحسابهم الفقير يعني الله يعينه. سيد أبو هلال أنا أشكر حضرتك ونتمنى صوتك يوصل لمن يهمه الأمر ويسمع اللي ساد إذنه أنه هذا عراقي ضحى بنفسه وقدم جسده ودمه فداء لهذا البلد من أجل خدمة هذا البلد حتى ورا ما يطلع على السن القانوني للتقاعد يحصل على مبلغ يعينه بقية حياته. هذا مواطن عراقي حال كثيرين شريحة كبيرة من المحرومين والمظلومين اللي ما عندهم حق في هذا البلد وما حد ينطيهم حقهم في حين المسؤول اللي يجي بالمحاصصة بالطائفية بتقاسم النفوذ بشراء منصب يطب للبرلمان يبوق يبرم صفقات فاسدة يصوت على قرارات ضد المواطن العراقي يطلع من البرلمان ينطوه تقاعد 4 ملايين دينار كحد أدنى ويصعد طبعا إيش قد ما هو عنده سلطة ونفوذ يصعد راتبه. في أي منطق وفي أي عدل وعدالة أنه يكون هذا ميزان العدالة والحق في العراق أنه هذا الفاسد اللي إجى بالخيانة والعمالة يحصل على راتب تقاعدي بغض النظر إيش قد الراتب واللي قدم خدمة لبلده قاعد يا أما ينطوه الفتات يا أما بلا راتب أصلا. أبو علي من واسط تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذ محمد كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. مساء الخير لحضرتكم. مساء النور أهلا وسهلا. قناة الرافدين الله يسلمك. الأمن اللي حكى قبل شوية ما عنده تقاعد لأنه هو عراقي. نعم شريف عراقي ابن عراقي ما جاء الدبابة الأمريكية لكن اللي ياخذون تقاعد الان مثل ما حضرتك قلت انه يخدم 4 سنوات وبس قاعد ياخذ رواتب يعني لا يفوت على قانون ولا يعني يخدم البلد في شيء. نعم. هذا ياخذ راتب تقاعدي من 4 إلى 8 مليون دينار شهريا. نعم. ومن غير الامتيازات الاخرى اللي هي جواز دبلوماسي وغيرها. لكن موضوعنا اليوم عن الفقر بالعراق. العراق تقريبا يعني اقل شيء نسبه الفقر ب يعني توصل الى حد انه ما يحصل قوت يومه 40% من الشعب العراقي. نعم. يعني تقريبا 16 مليون شخص بالعراق ما يقدر يحصل قوت يومه. نعم. واعتقد انه كورونا اللي حدثت في العراق بينت انه اساسا وجود لدوله في العراق موجوده. والان لو تشوف الصراع السياسي موجود الان ماكو صراع على برنامج حكومي لخدمه بلد. لكن اكو صراع حكومي على المصالح الموجوده يردونها من البلد. شنو الوزاره الاخذه وشنو المدير العام اللي عام. نعم. لذلك اليوم ماكو حل جذري للبلد. يعني ثوار وانتظر وانطمع وبالاخير بالنهايه نعم ماكو حل. يعني حتى الان المتشبكون حتى ما يسمون المستقدمين اللي اجوا للبرلمان العراقي
للاسف الان اجوا يعني راحوا ومشوا مع الموجه، يعني غضتهم الامتيازات، غضتهم الاموال، غضتهم الاحزاب كذلك غضتهم. وشفنا بالاخير لو لاحظت جلسه البرلمان استجواب وزير الماليه، هو مو استجواب اساسا، استفسار، انهم انتوا للمستقلين حريه الكلام، وللاسف كانت ما عندهم اي خلفيه عن الموضوع، يعني حتى الكلام اللي قالوه يدل على انه ما عندهم اي مشروع جايين فيه، بس مجرد النعامي مستقل جاي للبرلمان. لذلك الامتيازات الموجوده هي عمت كل الموجودين بالبرلمان ولا بالحكومه العراقيه، عمتهم عن على الاقل انقاذ ما يمكن انقاذه البلد. يعني ما احد سال الوزير وقال له انت زياده في اسعار النفط الموجوده حاليا وين راح تروح؟ شنو سويت بيها؟ الان الازمه لا، راح اقول لك اللي صار. الحكومه اعلنت، حكومه بغداد اعلنت، حكومه الكاظم المؤقته، عن 100,000 دينار عراقي منحه الى اللي راتبه من المتقاعدين 1,000,000 دينار فما دون، واللي راتبه من موظفي الدولة 500,000 دينار فما دون، لهم 100,000 دينار عراقي ياخذوها الشهر الجاي. نزل النفط، اسمح لي، نزل بس اسمح لي نزل النفط، حتى اللي ما يعرف يعرف هسه، ورا ما نزل سعر برميل النفط صدر اليوم تعديل على قرار المنحة بأن تسلم هذه المنحة اللي رواتبه من موظفي الدولة 500,000 دينار فما دون، وعدلوا على المتقاعدين، بدل اللي كان أبو 1,000,000 واللي جوا يأخذون، لا بس أبو 500,000 وجوا من المتقاعدين حيحصلون على هذه المنحة. باكر عقبه حينزل برميل النفط أكثر، ربما تلغى المنحة. طيب هاي الدولة اللي عايشة على مصدر دخل واحد، حيظل المواطن العراقي هيك يعاني لأنه النفط اليوم صاعد ونازل؟ استاذ محمد، انت حتى اللي استجبوا الوزير او ناقشوه، ما حد ناقشه انت الخطه اللي جبتوها انت والكاظمي، شنو اللي نفذتوا منها؟ يعني انت لما رفعت سعر قيمه الدولار مقابل الدينار، خفضت قيمه الدينار، يعني شنو اللي سويتوه خلال السنتين اللي انت يعني هل زودتوا ايرادات الدوله؟ وانت مثل ما قلت راح يطلع دعي، وانا متاكد 1,000,000% اساسا ما راح ياخذ شيء، 1,000,000 ما راح يعطونها، متاكد 1,000,000%. وكذلك ان حتى هذا انا اعتبره سوء اداره، انت من ضخ اموال نقد داخل السوق، هذا تضخم، انت تعطيهم حصه تمويليه صحيحه بدل ما تعطيهم اموال، فيش تحفر اسعار وما تضخ نقد في، طيب هم يشتكون اساسا عندهم شكوى من ما عندهم نقد موجود في البلد، شلون تنطي سلف؟ يعني ليش تكبد المواطن سلف؟ شنو السلف اللي قاعدين ينطونها اليوم؟ قاعد يكبد المواطن ويخليه مطلوب في العمره؟ هو هذه السياسه في الدوله. طيب يعني انت تعاون الفقير يزيد عليه ديونه. سيد ابو علي، انا اشكرك، اكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا. ويانا ابو طه من فنلندا، تفضل يا ابو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيب قلبي، موضوع حلقتكم على نسبه الفقر في العراق. في العراق، نعم. نعم نعم. اي طبعا تكون نسبه فقر موجوده، لان الحراميه منو يترس يجيبهم كل شهر؟ غير الوقود المواطن الضعيف والمواطن اللي ما عنده لا راتب لا وقود يومي لا عنده شيء. نعم. يعني هم هذه ما فكرة انهم ينطون 100,000 دينار اي الكل متقاعد، هم فلوس المتقاعدين ماشيين لي قدام. نعم. موفين المتقاعدين ما موفينهم. فهذه نعم. صفقة مال حدها الموجودين من البرلمانيين. صفقة على مود يبوق البقية وينطل النسبة القليلة ويبقى الباقي. ما شبعوا؟ صار 19 سنة؟ مشكلة ما يشبعون إلا من تراب. يعني ما يترسعونه غير تراب. نعم. ولا هذه النماذج، يعني هسه يعني أنتوا سويتوا انتخابات وسويتوا مال برلمان وحكومة مؤقتة، يعني ترى ما سووا شيء، ترى الجحش نفس الجحش بس بدلوا جلال. طيب خلينا نعطيك مثال حي عن الأرقام، بالأرقام. البنك الدولي شو يقول؟ يقول 13,000,000 مواطن عراقي، اسمع هذا الرقم حضرتك وبقية المشاهدين، البنك الدولي يقول 13,000,000 مواطن عراقي يحصلون على دولارين باليوم فقط، هذا اللي يقدرون يحصلوه من المعيشة من الشغل، يعني مجموعهم بالشهر 60 دولار، يعني أقل من 88,000 دينار عراقي.
13 مليون مواطن عراقي عايشين على هذا الرقم بحسب أرقام البنك الدولي، وأقل موظف في الرئاسات الثلاث يأخذ 4 ملايين دينار عراقي. هذا المواطن أبو الدولارين ده ينقل المخضر مال المريه العجوز، ده يساعد أحد الأشخاص أبو المحل، ده يوصل له طلبات، يجيب كذا، يسوي كذا، يخدم أبناء بلده، في حين أبو الأربع ملايين إيش ده يقدم للعراق؟ سرقة، يقدم السرقة. والبنك الدولي من 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 حسب هذا ال 13 مليون على دولارين، وممكن غلطان بالحساب، ممكن اكو ماكو دولارين، ماكو احد يعني، ما اعتقد احد شخص يحصل على دولارين باليوم، ما اعتقد يعني من فئه الناس اللي عاطله عن العمل، ممكن ماكو، ممكن هاد دولارين ماكو. يعني حتى الوقود اليومي للاشخاص اللي يشتغلون عماله او يشتغل بالعربانه او يشتغل بالستوته او يشتغل ما خلوه. يا اخي احنا بلد فوضى، يا اخي احنا بلد مو حكومة، هذه عصابات من المجموع كلهم، يعني ما استثني لا سنيتهم ولا شيعيتهم ولا كردهم، ترى كلهم نفس الشيء. المواطن الفقير هو اللي واقع فيه، والأرملة هي اللي واقع فيها، هم لحد الآن، لحد هذا الآن المخيمات اللاجئين، المخيمات اللي موجودة مال المهجرين، لحد الآن الموجودة تعذرمون بيها منح ويحطون بجيبهم. طيب خلي أجيب لك رقم ثاني، بما أنه إحنا اليوم دخلنا بأرقام ودنا نعطي أرقام عن حجم الأموال اللي تحصل عليها الرئاسات الثلاث، خلي أجيب لك رقم هو طرحناه قبل ومو جديد، لكن نذكر به للي ما يعرفه. عام 2021 السنة اللي فاتت لجنة التخطيط النيابية إش قالت على لسان محمد كريم رئيس اللجنة، أو نائب، العفو، نائب رئيس اللجنة، لجنة التخطيط النيابية ايش قالت ب 2021 قبل سنة؟ تريليونين دينار عراقي، تريليونين دينار عراقي أجور تنظيف مكاتب الرئاسات الثلاث. لهالدرجة الرئاسات الثلاث مكاتبهم وسخة حتى تتنظف بتريليونين دينار؟ هذا لجنة النيابية للتخطيط، التخطيط هاي لجنة الحرامية للتخطيط ونيادية. هسا عفنا من اللجنة، احنا احكي لي على الخبر اللي قالته اللجنة، المعلومة انه 2 تريليون دينار عراقي ثمن تنظيف مكاتب الرئاسات الثلاث. ادري ايش بيها الرئاسات الثلاث مكاتبهم؟ مكاتبهم انا اقول لك هي ما بيها شيء، بيها بوك يعني تنظيفها، تغيير الاساسات او ما تغييرها، بس على الورق يبوقونها، وهي أصلاً ما وصخة، مو وصخة المكاتب، بس هذا لقاية السرقة اللي يضحكون على الشعب، يضحكون على الناس. يعني احنا ب 2022، يعني هل قد المواطن العراقي أو الشعب العراقي هل قد يعني قشيم أنه تنظيف مكاتب هل قد مبلغ؟ يعني كم مدرسة، يعني كم مدرسة وكم مستشفى تبني هاي الاثنين تريليون، 2 تريليون دينار عراقي؟ كم مدرسة يعمر ممكن؟ يعمر بكل محافظة، يعمر لا يقل عن 50 مدرسة كل محافظة. نعم. اللي بدال ما الطلاب قاعدين بالقاع ورحل ماكو. نعم. بالبيوت الطين لحد الآن قاعدين، والناس وصلت القمر، واحنا بدنا نرجع ليه ورا بسبب هذول اللي اجوا ويا المحتل وجوا على الدبابات اللي دمروا الشعب. طيب شكرا، شكرا يا ابو طه، اشكر حضرتك واختم وياك الاتصال. ويانا محمد من امريكا اخر المتصلين، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أحيي قناة الرافدين والمجاهدين الأبطال. حياك أخي سال محمد. فقور نعم. هو شغلة مقصودة كفيلك الله كلها سبايقها إيران. نعم. هذول التابعين لإيران، يقول إيران هذا أبو الإصلاح الإيراني مقتدى يدور إصلاح، هو تابع لإيران كفيلك الله، حرس الثوري الإيراني. وعندي ملاحظة على هاي المذيعة سحر الفاشلة، بدون تجاوز، بدون تجاوز. نعم. بدون هو هذا ابن عمي. اي تحكي على الشهداء زمن صدام الله يرحمهم، يضحكون على الشهداء. هذا لابس العقال، هشاك البطال شرفه وشرف العقال اللابسه. طيب. فاشل تحكي على الشهداء، يقول مذولة مو شهداء، ذولا عشرين شهداء، ايران شهداء، فرس شهداء، ذولا هو وذولا جماعه التيار الفاشل، تيار الصدري. نعم. وصلت الفكرة. أشكرك يا محمد من أمريكا، شكرا جزيلا لحضرتك.
خلي نختم ويا حضراتكم برقم أخير. احنا حكينا أرقام اليوم عن أو طبعا من تصريحات حكومية ومسؤولين وجهات حكومية ودولية. خلي نختم بالرقم الأخير. النائب فلاح الخفاجي شو يقول هذا النائب البرلماني؟ يقول نثرية مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال الحالي 2 تريليون دينار عراقي. نثرية مصطفى الكاظمي 2 تريليون دينار عراقي بحسب النائب فلاح الخفاجي. مجلس النواب ضمن ضمن هاي الاثنين تريليون مبالغ لمفوضية الانتخابات موجودة ضمن هذا المبلغ، وإضافة إلى تضمنه تخصيصا للمفسوخة عقودهم، المفسوخة عقودهم اللي بعدهم دي يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء، مفسوخة عقودهم من الميليشيات، لكن أيضا هناك أصحاب عقود يتظاهرون، لكن القصد 2 تريليون دينار عراقي نثرية مصطفى الكاظمي. وين هاي الفلوس؟ على أي أساس تنصرف ل 2 تريليون؟ إيش راح يسوي بيها هاي 2 تريليون؟ هل من المعقول أن يعطى إلى مسؤول بالدولة 2 تريليون دينار عراقي نثرية؟ بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.